ما هذا يا إلهي؟ ما الحكاية بسيط؟ بسيط، ما سبب هذا الصراخ؟ كنت أحفر هذا البئر وعثرت على هذه العظام. إنها قديمة جدا، لنجرب تركيبها. تشبه النعامة برقبة القصيرة. بدون شك هذه هي الجدة الأولى للنعامة. بسيط، انظر، أليست هذه الريشات كبيرة؟ يعني أن النعام كان يطير. رقبتها أصبحت طويلة نتيجة محاولاتها استخراج الديدان من الأرض. أليس التفكير بأسلافنا ممتعا؟ ترى كيف كان أسلافك؟ الزلزال. زلزال كهذا يعتبر خطيرا. كان أسلافك من وحيد القرن. توقف عن المزاح. والآن دعونا نفكر في أسلاف الحيوانات. لقد تغيرت أشكال الحيوانات بمرور الزمن، وهذا يسمى بنظرية النشوء والارتقاء. خذ على سبيل المثال الزرافة. في البداية عندما كانت تأكل أوراق الشجيرات المنخفضة، كانت سيقانها ورقبتها قصيرة. وعندما طال الشجر، كان لابد أن تكبر سيقانها. وبعد زمن قصير واجهت شجيرات أطول، فطالت رقبتها. حقاً؟ لم أكن أعرف. بسيط، لما لا نتمشى في الغابة ونفكر في الطريقة التي تطورت بها الحيوانات؟ سريعة، ماذا كان سلف هذا الحيوان؟ الغوريلا. حقاً؟ بهذه الطريقة تغيرت. حقا؟ نعم، ويقال أيضا إن الخلد ينحدر من النعامة. غير معقول. بل معقول، منذ بضعة أيام كانت النعامة. معقول أن يكون الخلد قد خرج من تحت البيضة؟ أنا لا أصدق هذا. ولا أنا أيضا. ربما كان الفيل سلف الخنزير. فالمعروف أن الخنزير له أذان كبيرة. حسنا، دعيني أرى الآن. بسيط، ماذا ستفعل؟ اهدئي الآن. ألم أقل لك كنت مصيبا؟ جميل جميل جميل. Oh, 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 oh,
ماذا تريدين؟ أنا آسف هذا فيلوق، أنا آسف. أعجبك؟ القطة هي سلف الأسد. الأسد الذي فقد شعر رقبته هو سلف النمر، والخنزير سلف الفيل. معقول؟ الفار كان سلف الوطواط. اسمع يا بسيط، لماذا لا تحاول معرفة من كان سلفك أنت؟ سلفي أنا؟ أنا متأكد أن سلفي كان رائعاً، أقوى من وحيد القرن، أمهر من التمساح، أسرع من الفهد، ويستطيع أن يقفز فوق الشجرات الطويلة بوثبة واحدة. انظري انظري، بسيطان الأخبر. بسيط بسيط، لقد وجدت سلفك. سلفي أنا؟ تعال. بسيط، إنك لم تتغير أبداً ولم تتطور أبداً أبداً. ليس هذا ما توقعته. أرى أنك تتحسن برماية السهام. طبعا، انتبهي جيدا الآن، سوف أصيب الهدف بالمركز تماما. ضربت بقوة. بسيط، على مهلك هذه المرة. حسنا. رائع. قلت لك على مهلك. الأفضل أن أجد هدفا متحركا. لا بأس كهدف متحرك. اختفى الهدف بسيط. أجل، ويجب أن أجد هدفا آخر. اسمع أيها الأرنب، كيف تجرؤ على سرقة جزراتها؟ حسنا، سوف أغفر لك هذه المرة بشر. لا تتحرك، ذلك خطر عليك. ك
كيف تجرؤ على ذلك وتتحرك؟ حسناً سأحاول ثانية. استعملت جميع السهام. مرحباً يا صديقي، اعمل معي معروفاً من فضلك. فجلت ثانية. إنك تملك موهبة خاصة في الرماية بالسهام ليست عند جميع الأصدقاء. أجل، هذا رأي صحيح. إذن لما لا تجري مسابقة ليعرض كل واحد مهارته؟ فكرة جيدة، دعينا نستعد لها. يا فصيح، عندك مهارة خاصة. الوقوف على قدمين فقط ليس مهارة. لا هذه مهارتي. لماذا لا نجري المسابقة هنا؟ لكن الريح قوية أكثر من اللازم. يجب أن نجد شيئا نستعمله كسانية. وجدتها. ماذا تفعل بسيط؟ هذه هي مهارة الزرافة الخاصة. تعالوا أيها الأصدقاء، سنجري مسابقة نعرض فيها مهاراتنا. تعالوا واعرضوا مهاراتكم، هيا. مرحبا يا صديق الببغاء، هل لك مهارة خاصة تعرضها علينا؟ أتكلم أتكلم أتكلم. يا لك من نار. أتكلم. طقمة ماهرة. أتعتقدين أن الخرافة لها مهاراتها الخاصة؟ لا أعتقد ذلك. أو 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 أو. رائع يا فصيح، رائع. أو 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 أو. إذن هذه هي المهارة الخاصة للخراف. تحولت لخروف واحد، هذه مهارة. ما رأيكم؟ تعبت كثيرا، لا يوجد أحد هنا. انظر. النعامة وأصدقاؤها. الأسد يلاحقهم. الأسد يقفز فوق النعامات، إنه ماهر فعلا. سنقيم مسابقة فنية خاصة، هل تنضم إلينا؟ ستحصل على جائزة إن فزت. موافق. حسنا أيها الصديق، لنتدرب. اقفز عبر هذه الحلقة. حسنا. أيها النعامة، لا حاجة لأن تخبي رأسك في الأرض. ايه طويلة، اعرضي علينا مهارتك الخاصة. آسف يا طويلة، أنا آسف جدا. أنت يا حمار الوحش، أرنا مهارتك الخاصة. انتظر لحظة. حمار الوحش هذا ليس جيدا. هذه مهارته. مرحبا أيها صديق عنيد، لماذا لا تنضم إلينا وتعرض مهارتك الخاصة علينا؟ عنيد، العزف على البوق ليس مهارتك الخاصة.
الحصان. رائع، تلك الدجاجة رائعة. أصدقائنا الرائعون حيوانات الفخامة، المهارة الجذابة. مرحبا، توقفا عن الأكل وأرنا ما تستطيعان عمله. حتى هذا أيضا له مهارة؟ ما أروع، ألا تعتقدين ذلك؟ لا أنظر. مرحبا أيها العزيز دفاش، لماذا لا ترينا ما تستطيع عمله؟ أتستطيع أن تفعل هكذا؟ لكن هذا ليس عملا جذابا، افعل غيره، هيا أرنا. لدي فكرة، لماذا لا تجلس على هذا الجدار؟ لا يستطيع حفظ توازنه. حسنا، ما رأيكم بهذا؟ رائع. عزيزي انظر، انه هكذا لا يستطيع التحرك. لم انجح، فشلت ثانيه. الثلاث فيلة تقف على روسيا. هذا ليس فريدا من نوعه. هذا رائع، رائع. دفاش له خرطوم جبار، رائع رائع. هذا فظيع، حقا فظيع جدا. لم تكن المسابقة ناجحة كما توقعنا، أليس كذلك؟ نعم، لأنه لم يستمتع بها أحد غيرنا. حسنا، لماذا لا نفعل شيئا آخر؟ فكرة. خذ هذا الحبل، يجب عليك أن تمشي عليه. لكن لا يوجد متفرجون. منظر بسيط، إنه تمساح. وتيموس البحر، وهناك تمساح آخر. انظري إليها، إنها تتوقع أن أسقط، أليس كذلك؟ نعم يبدو كذلك. كيف تجرؤ؟ لا أريد أن تأكلوني.